المدنيون في سوريا وتحديدا في مخيم الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية فيستذكرون النكبة بمزيد من الألم، فالأوضاع الرهينة زادت من معاناتهم في شتى مجالات المعيشة، خصوصا بعد غلاء الأسعار وتشديد القبضة الأمنية في أنحاء سوريا. الجزيرة أول وسيلة إعلامية تدخل الرمل الجنوبي في اللاذقية بعد اقتحامه من قبل الأمن والجيش منذ شهور. هذا هو نصب الشهداء الذي بناه فلسطيني مخيم اللاجئين في حي الرمل بمدينة اللاذقية. المخيم الذي يقطنه آلاف الفلسطينيين تمر عليه ذكرى النكبة الفلسطينية هذا العام لتحتل معنى من معانيها يتلخص في المعاناة. معاناة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في سوريا تبدأ بصعوبة نقل أوضاعهم عبر الإعلام، فالتصوير في هذا الحي شبه محرم، كما أن بعضهم يضطر إلى تجنب وسائل الإعلام خوفا من القبضة الأمنية. معاناة الفلسطينيين تشبه هذه الأيام معاناة المواطن السوري العادي في المناطق الثائرة على النظام، فالازدحام على المخابز أصبح أحد مظاهر تلك المعاناة، كما أن مناطقهم لا تخلو من التشديد الأمني والحواجز العسكرية. أما الأوضاع الراهنة في سوريا فقد زادت معاناة الفلسطينيين في شتى مجالات المعيشة، وخاصة بعد غلاء الأسعار. الغلاء بالمواد الغذائية شيء لا يطاق، لا يوصف. أنا مرة وحيدة ما إلي إلا رب العالمين معين، ولادي اثنين كانوا يصرفوا علي أخذوا لي إياهم، منين بدي أجيب أنا؟ منين بدي أقدر أصرف؟ هاي هي الإصلاحات اللي وعدنا فيها وعد الشعب السوري فيها. كما يخشون على صحة أبنائهم من أكوام القمامة التي تملأ الشوارع بعد توقف أعمال النظافة في الأحياء الثائرة على النظام ومنع قوات الأمن أي مبادرات لتنظيفها من قبل الناشطين. بعض شباب المخيم تجدهم يمتهنون المهن البسيطة التي بالكاد تسد رمق أبنائهم، ولا يختلف الأمر بالنسبة لكبار السن. ورغم ذلك لم تثنهم تلك الظروف عن محاولات لإيقاظ الضمير العربي للالتفات لقضية فلسطين.